باش نذكركم باللي صار في الجزء الاول من فيديو الخيانه الزوجيه. ناصر مش عاطي حق مرته، وكل ما تجي تطلب منه حاجه تحسه برد معاها، ما يحبش يخرج وعادي يرقد ويخليها، مش عاطيها حقها كما يلزم، وهذاك اش خليها تبرد معاه وتلقى غيره سامي اللي يمكن حبها ودخل حياتها وعوض رجلها. كثر المشي والجاي وعادي ولا يمشي يبات بحذاها في دارها، لين نهار عرفت لي هي حبله وبتبيعها. ماشي في بالها باش تفرح رجلها، وبعد صبر طويل يا اخي صارت خيبه الامل وطلع ناصر ما يجيبش. وتوا نخليكم مع الجزء الثاني. يا ناصر وين ماشي؟ وين ماشي؟ اللي صار بيناتنا يقعد بيناتنا. ورقة تليق تبصر لك وما نحب يسمع حتى حد. أهلا نور. ألو. صباح. شبيك نور؟ سامي صارت لي مصيبه. ان شاء الله خير. شفا ما زاد جيت نفرح في الناس، قلت له راك باش تولي بو، قال لي راني ما نجيبش صغار. اي يعني الطفل اللي في كرشي ولدك. سامي امان ما تخلينيش، ناصر راهو مشى وخلاني. اسمعني نور، انا راني نحبك على الاخر يا نور، وما نخليهاش بيك، ما تخافش، الطفل اللي في كرشك راه ولدي، ولدك انت ولدي انا، وتربيهم مع بعضنا يا نور، اطول نتصرف، ما تخافش. باي باي. يا ام حاجتي بيك في موضوع. ان شاء الله خير وليدي. ثم طفل نحبه وتحبني وناوي مش نعرسه. يا ام تعرس يا اخي، تعرس ديريكت. تعرس بيه. ايه نحبك وتحبني ما يسالش، اما تعرس ديريكت. قيت عرس يا امي يزيني من الهمله بالجبل، تحب نلم على روحك. تلم على روحك يا اخي، فما هي خدمه تو انت تخدم فيها تو صحيحه باش تلم على روحك. اي مش ديريكت تعرس. يا كل شيء يرحم والديك من فوق. نعرف شو تقول. ربي يسهر وليدي في ماخي. اسمعني يا عمي، نحبك تهنيني بعد قدام الطفله، تعطي فيه كلمه به. ان شاء الله مرشني فيا كيما حتى نشوف الطفله ان شاء الله. ربي يسهل. مش تعجبك؟ ربي يسهل. عايش صلي فضلك يا عمي. اسمعني تقعد في الطاوله هذيك باهي. دعاء نور. يا نور تا انت ايش تعمل هنا؟ لبس عليك شكون؟ شنو حوالي فضيله لبس عليك؟ امي تعرف نور؟ واه ما تعرفيش نور، هذه اللي تربيت انت وياها اختك الصغيره اللي راضعين مع بعضكم، حكيت لك قداش من مره عليها. واه شبيك نور بالفرحه دختي زوز.